السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الأولى سيغلب عليها بعض التأصيل، فلعل هذه هي الدورة التمهيدية الأولى فيما أعلم في مصر وفي العالم العربي التي تتعلق بلغة القانون. فقط بعض من التأصيلات المهمة لكل قانوني أراد بحق أن يتمهر بمهارات لغة القانون، ولمن أراد أن يحذقها وأن يتمكن من تطبيقها. فاصبروا وصابروا، لأننا نؤصل على أساس متين وعلى أصل مكين، فالحكمة تقول إذا حسن البدء حسن الختام. اصبروا وسترون النتاج بإذن الله عز وجل. دعونا مع الهدف الأول البسيط عن الصلح والتصالح مع اللغة العربية ولغة القانون، والتي يشرح بها القانون، وهي التي يعبر بها القضاة عن القانون لغة الحكم، وهي تلك اللغة التي يلزمها المحامون لغة الدفاع، وهي كذلك لغة الخطاب القانوني على نحو ما سبق. وأصل هذه اللغة هي اللغة العربية الفصحى، لا شيء جديد. إن تمهرت في هذه اللغة بالضرورة ستتمهر في تلك، غير أن الأم والأصل هي اللغة العربية الفصحى، وبما أنها لغة ثرية غنية واسعة الدروب متعددة المشاعب، فلغة القانون تأتي كجزء منها، تأتي بمعنى أخص من تلك اللغة العامة، غير أنها تسترفد منها وتستمد مددها وتطبق قواعدها وتعمل بعملها مطلقا، لا شقاق ولا خلاف ولا جفاء ولا نكوب لأصل عن الفرع ولا شذوذ فيه عن الأصل. فالأصل اللغة العربية الفصحى، ثم الفرع لغة القانون. وهذا يعني باختصار أن الدورة التمهيدية في مهارات اللغة القانونية، يجوز أن نقول الدورة التمهيدية في مهارات اللغة العربية بين قوسين أو تحت أو شرطة اللغة القانونية. سؤال أيضا يرد علينا، لماذا هذه الجفوة ولماذا تلك الشقة ولماذا هذه المباعدة ما بين القانونيين وما بين لغة القانون؟ أقول لك باختصار، سبب هذه الجفوة، سبب هذا الجدار المنيع والحصن المريع، سببه الجهل. المرء عدو ما يجهل، عندما تجهل شيء تفزع منه، تتصوره على غير حقيقته، فتنبيه وتقليه وتزدريه وتزهد فيه وتكيل له السباب تلك السباب، غير أنك لو عرفته لأحببته، ولربما كان داعما لك وساعدا لك ومعولا ومعوانا لك على النجاح والفلاح. هذا هو الحال مع اللغة العربية، والله هي سهلة يسيرة، وهذا هو دورنا، أن نسلسها، أن نحبب فيها. ولنا في هذا سلسلة باسم تقريب وتحبيب علوم اللغة وقواعدها، فليرجع إليها أيضا على قناة قانونيون منهجيون. السبب الثاني لتلك الشقة وهذه الهوة هو المعرفة. معرفة؟ هل المعرفة تكون سببا في الصدود، سببا في الجمود، سببا في الجحود؟ نعم، متى؟ عندما تكون معرفة منقوصة، تعرف بعضا وخفى عنك أبعاد، عرفت شيئا وجهلت أشياء، فمن الطبيعي أن مدركاتك خاطئة، فمن الطبيعي أنك لا تستطيع أن تلم بل ستذم، وكلما أتيت بشيء وجدت نقيضه شيء، وما هذا إلا للجهل. فالمعرفة المنقوصة تتسبب في القلاقل وفي الخلاخل وفي التناقض وفي التضارب وفي الصدام، وكلما أصلحت شيئا أفسدت أشياء. هذه هي المعرفة المنقوصة. وللأسف معظم المعارف الآن عن اللغة العربية بالنسبة للسادة القانونيين هي معارف منقوصة مغلوطة، فاتها الكثير، ركزت على الحشو وتركت الجوهر، ركزت على بعض الخبايا والخفايا من التحذلقات، وتركت الأصل والقول الفصل، وهذا للأسف الأسيف، ومما يجعل البال كثيف. أيضا من أسباب الشقة بيننا وبين اللغة ما ندعوه التقليد الأعمى. يعني تسأل القانون أنت بتعمل، يقول لك والله يعني الأستاذ ما شاء الله عليه في مرافعته يعني يجلجل ببعض الكلمات، أنا بأخذ الكلمتين دول، ويجلجل ببعض العبارات، أنا بأخذ العبارتين دول، وبعدين بنمشي الحال يعني بينهم كده. إيه؟ قول يا عم، قول القاضي بيسمعه، ومشي الحال. اضرب اضرب فين يا عم الحاج؟ أين أنت؟ فأين تذهبون؟ الأمر علم، إنه علم، أنت قانوني، هذه صنعتك، أنت صنعتك الكلام لفظا وكتابة، مرافعة ومذكرة ودعوة وخطابا قانونيا. يا هذا إن الأمر جلل والخطب زلل، وينبغي أن تأخذ الأمور بحقها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اتعب لنفسك، اتعب على نفسك، كلما بذلت كلما وجدت، من جد وجد ومن زرع حصد. هذه ألف باء العلم الذي تعلمناه ونحن صغار،
فنظام الفهلوة والتقليد الأعمى وهذه الجوقة الجوفاء جعاجع وجعجعة بلا طح وظواهر زائفات هشات مغشوشات لا خير فيها ولا فائدة منها. يا أيها القانوني، وإن كنت مبتدئا في أول طريقك خذ الأمر من أصله وأعط كل ذي حق حقه. تعلم وتمهر وتعرف وطبق وأخطئ وعد وأخطئ وعد حتى يستقيم عودك. أما الأمر الرابع، السبب الرابع لهذه الجفوة ولتلك الحفرة وهذه الهوة، هو تعقيد المعقدين. كثير ممن لا أصل ولا فصل له في اللغة ولا وتد ولا طنب ولا حتى حبل خيمة في بيت اللغة، ليس له إلا أن يبغض، إلا أن يرجف، إلا أن يكون معقدة، سبق منها، تعقيدات، هم القضاة كذا، هو كذا، يعني يضرب كلا في كل وأخماسا في أسداس. يعني هؤلاء والله سرطان العلم، هؤلاء من يهدمون القانون ولغة القانون ويهدمون العدالة هدما. دعك عنهم، لا تكن منهم، خذ الأمر بحقه، اذهب وتعلم العلم على أصوله، فخذوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. يا هذا اذهب إلى معلم ذكي، معلم تقي يتقي الله فيك، خذ معارفه، خذ خبراته، ودعك من هؤلاء الجاهلين المرجفين. ولسائل أن يسأل ما لغة القانون يا دكتور؟ أقول له لغة القانون هي تلك اللغة العربية الصحيحة الصريحة الفصيحة، اللغة العربية التي درسناها في المدارس، لغة القرآن، لغة الحديث، ولكن لغة القانون لها امتيازات ولها انميازات ولها بعض السمات والخصائص تختص بها. حتى تقف على هذه الميزات وتلك السمات لابد أن تتقن لمهارات اللغة العربية الرئيسة. أنا لن أدخلك إلى دهاليز في هذه الدورة بسمات لغة القانون، خصائص النص القانوني، أنه نص مستطيل، أنه نص يرد سابقه على لاحقه وصدره على عجزه، وله بنيان معين، وله اتساق، وله أنساق، كل هذه الأشياء صحيحة، ولكن ليس الآن. نريد أن نتقن مهارات اللغة العربية الرئيسية، فهي نفسها مهارات اللغة القانونية. فلغة القانون هي تلك اللغة العربية، ولكن هي لغة تختص بالقانونيين وبصياغة القانون وبمفردات القانون. وهناك معلومة جدير بك أن تعرفها، جدير بك أن تقف عليها. اللغة القانونية هذه أنواع، ليست نوعا واحدا. اللغة القانونية وصف عام، أي إنها لغة القانون. ولغة القانون هذه تنقسم إلى الآتي: الكلام جيدة، أول شيء لغة النص القانوني، يعني اللغة التي صيغ بها الدستور، التي تصاغ بها القوانين الأساسية، التي تصاغ بها القوانين العادية، التي تصاغ بها المعاهدات التي تلتزم بها الدول في نظامها القانوني الوطني، والتي يصاغ بها اللوائح والقرارات الجماعية والقرارات الفردية والمنشورات، وكل شيء له علاقة بالقانون. 17 نوعا ذكرناها في محاضرات التعبير القانوني على قناة قانونيون منهجيون، عد إليها، فجدير بك أن تعرفها. إذن هذه هي اللغة الأولى، لغة النص القانوني، وهي أقوى اللغات، لها سمات ولها خصائص، يعني ثابتة مركزية لا تتزحزح عنها في مفرداتها وفي تراكيبها وفي أساليبها وفي جميع متعلقاتها، لأنها من الخطورة بمكان. لغة النص، رأيت نص القرآن؟ هو نص سماوي على العين والرأس ولا مرية في ذلك. النص القانوني على المستوى البشري نص حاكم لازم، نص يحوي المبادئ والقواعد المضطردة العامة المجردة. فلغة النص القانوني لغة قوية جدا. هذا هو المستوى الأول، وليس هذا هو أوان التفصيل فيه. النوع الثاني من لغة القانون هو لغة تفسير القوانين أو تفسير القانون. لغة التفسير هي التي يستعملها أساتذة القانون في الجامعات، يستعملها شراح القانون، ويقال لهم الشراح أو الفقهاء أو معلم القانون أو أساتذة القانون. هذه بديهيات يجب أن تعرفها. فقيه قانوني أي رجل معني بتفسير نص القانون وتوجيهه بحسب سياقاته وقرائنه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومفرده ومركبه إلى آخر هذه الأشياء التي تشبه أصول الفقه. في الشريعة الإسلامية عندنا فقهاء، في القانون هناك فقه، في الشريعة فقيه لنص
القرآن، يقال عنه مفسر لنص القرآن، ويقال عنه فقيه لتفسير نص السنة النبوية وخاصة في مجالات العبادات، ويقال عنه عالم كلام أو نظار أو عقدي نسبة إلى العقيدة إن كان معنيا بنصوص الإيمان، إن كان معنيا بنصوص الإيمان وهي تلك الغيبيات أو السمعيات كما تقال، وهي أركان الإيمان الإيه؟ الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه اللغة، لغة شرح القانون، لغة لا تقتصر على الأساتذة وإن كان هم أهلوها، ولكن أيضا القانونيون والدارسون عموما للقانون معنيون بها، فهي لغة عامة وتسمى لغة شرح القانون، وفيها أمثلة وفيها استطرادات وفيها تمثيلات ونماذج وفيها افتراضات، لغة افتراضية، لغة تحاول أن تبسط النص وتحاول أن تكشف عن مبادئه وعن قواعده، هذه هي لغة شرح القانون. اللغة الثالثة هي لغة القضاء، لغة القضاء أي اللغة التي يكتب بها القضاة أحكامهم، التي ينطق ويشافه القضاة بها جمهورهم، هذه تسمى لغة القضاء، ويعني تخصص فيقال لغة الحكم. لغة القضاء أي اللغة التي يلتزم بها القضاة، وهي لغة جد مهمة، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، لأن الحكم والتسبيب والمنطوق هذا يعني من الخطورة بمكان. وهذه اللغة وإن كان القضاة معنيين بها بالدرجة الأولى، إلا أنه يلزم على كل قانوني أن يتعرف عليها وأن يلم بمهاراتها لكي يستطيع أن يفسر نص الحكم ويتعرف عليه ويعرف ديباجته ويعرف أسبابه ومسبباته ومنطوقه وفحواه ومعناه ودلالته الظاهرة. أما عن اللغة الرابعة فهي لغة الدفاع، وهذه اللغة تختص بالسادة المحامين على وجه الخصوص، كيف يدافعون، كيف يشبهون، كيف يمثلون، كيف يصورون، كيف يقررون للسادة القضاة. أيضا لها خصائص وسمات فغايتها هي التقرير، تقرير مفاصل القضية، تقرير الحقائق، تقرير الدفاع، تقرير الدفوع، تقرير ما بيد المحامي لينافح ويدافع ويكافح عن موكله، عن قضيته التي آمن بها، فيبلغ رسالاته ببيان واضح وأسلوب ناصع وعبارات صحيحة صريحة دالة على جوهر دفاعه وعلى متعلقات هذا الدفاع. أما عن اللغة الخامسة وهي اللغة الأخيرة من وجهة نظري بحسب تصنيف السابق، فهي لغة الخطاب القانوني، والخطاب غير لغة النص وغير لغة الشرح وغير لغة القضاء وغير لغة الدفاع. لغة الخطاب القانوني تقوم على الإقناع ابتداء وعلى الإلزام انتهاء، وما بين هذا وذلك تقوم على التقرب والتحبب من المخاطب وعلى مراعاة سياقه ووضعه وحاله وظرفه وصرفه وحالته ومكانته ومقامه وأشياء كثيرة جدا، وقد كتبنا فيها مقالات كثيرة. ولغة الخطاب القانوني من وجهة نظري من أهم اللغات بالنسبة للسلطة التنفيذية. ولغات القانون الخمس كأن كل لغة تخاطب طائفة، فلغة النص القانوني تخاطب السادة المشرعين الذين يصوغون القوانين ومشاريع القوانين، ولغة الشرح كأنما هي لغة أساتذة القانون وشراحه وهيئات دراسة القانون وأكاديميات دراسته، ولغة الحكم هي لغة القضاء كأنما يخاطب بها القضاء، وأيضا لغة الدفاع كأنما هي لغة السادة المحامين الرئيسة. أما الخطاب القانوني فهو يشمل كل من سبق، ويشمل على الأخص السلطة التنفيذية التي تنفذ القانون، فلا يجوز أن تحمل الناس حملة وتقصرهم قسرة، ولكن خاطبه بالحسنى، أقنعه، أفهمه، فهمه حتى تدرك مرادك وحتى يساعدك على مأربك وعلى فعلك، لا أن يصد عنك ولا أن ينفر منك وأن يتظاهر عليك وأن يثير الفوضى والبلابل والشقاق والإرجاف بما لا تحمد عقباه. تفضلوا بقبول تحياتي ومحبتي إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.